فرغتنا الحرب تماما من الدماء، من الأغاني ومن شجر الجوز الذي غرسته في أعماقنا فيروز، ومن البحر الذي بللتنا به سواحل بيروت، من أصوات الباعة المتجولين الأليف في طرقات المدينة وأزقتها الضيقة. مشاهدينا، إنها من أجواء رواية الحب رصيف عن مركز نهر النيل للنشر والتوزيع وللكاتب العراقي الدكتور أحمد جار الله ياسين. رواية تسافر بالقارئ في عوالم مختلفة، عوالم تنهل من تاريخ العراق القديم والحديث، وتعرض لنا بأسلوب رشيق وبلغة شاعرية أحيانا مواقف المثقف من السياسة وبعض الظواهر الاجتماعية المختلفة. الحديث أكثر عن هذا العمل، يسعدنا أن نستضيف مباشرة من الموصل وعبر سكايب الروائي والشاعر والرسام الدكتور أحمد جار الله ياسين. أهلا بك سيدي في برنامج ضفاف. أهلا بك سيدتي، شكرا على هذه المقدمة الأنيقة للرواية على لسانك. نحن نشكرك لحضورك معنا. هل فعلا للحب رصيف؟ هذا ما أرادت أن تثبته الرواية. طبعا الرصيف هنا رمز في الفئة المهمشة في المجتمع، لا سيما المجتمع العراقي الذي عانى من الحروب ومن التقسيم الطبقي ما بين الأغنياء والأثرياء بسبب ظروف الحرب التي مر بها البلد طوال سنوات. فالحب يمكن أن ينمو على الرصيف ولا يكون محتكرا بين جدران الأبراج العالية أو القصور أو الرموز السلطوية الاجتماعية والسياسية. نعم، وهل لك أن تضعنا أكثر في أجواء الرواية وأهم شخصياتها؟ أجواء الرواية تجمع ما بين الحاضر العراقي لا سيما بعد سنوات الاحتلال بعد 2003، وأيضا بين الماضي العراقي القديم لا سيما الآشوري في مدينة نينوى. فضاء الرواية هو مدينة الموصل العراقية، وبطلاء الرواية هما بائع كتب وجندي سابق خاض حروبا عديدة، وبين أستاذة جامعية متخصصة في التاريخ العراقي القديم. فهناك إذا تفاوت طبقي بين هذا الإنسان المهمش عبد الله بطل الرواية وشهرزاد بطلة الرواية الأستاذة الجامعية، وما لهذا الاسم من بعد تناصي يعيدنا إلى شهرزاد ليلة وليلة. طبعا تقع أحداث الرواية بين هذين البطلين، وتشهد مفارقات بسبب التفاوت الطبقي والاجتماعي والنفسي بينهما، لكن ما يجمع بينهما هو الثقافة. فبائع الكتب في الأصل هو مثقف وجد نفسه على حافة الإفلاس بسبب الحروب فاضطر أن يعمل في مهنة بيع الكتب، والأستاذة الجامعية شهرزاد هي وليدة عائلة قد عسكرت الإنسان فيها حتى المرأة ومن ضمنهم شهرزاد. وهنا تبدأ المفارقة والأحداث، ولكن الجانب الفانتازي في الرواية أن هناك أرواح أشورية تتجول في فضاء المدينة وتتدخل في كثير من مجريات الأحداث والأحوال، وهذه هي يعني صياغة رمزية لحضور التاريخ في حياتنا المعاصرة، وأحيانا تحوله إلى سلطة علينا لا نستطيع أن نتخلص منها، لا سيما في بلد ذري الحضارات مثل العراق ومدينة نينوى والموصل على وجه التحديد. وتوفقت إلى حد كبير في الجمع بين تيمة الحب والسياسة إضافة إلى بعض الظواهر الاجتماعية، ما سر هذا التفوق؟ ربما هذا يرجع إلى كوني أعمل أو أشتغل في أكثر من حق فني، من الرسم إلى الشعر إلى المقال إلى القصة القصيرة، هذا أولا. ثانيا أنا يعني من جيل عاصر حروبا عديدة وعاصر خيبات عاطفية كثيرة للإنسان العراقي، يعني بنموذج الشاب العراقي
الذي يعني شهد حروبا جعلته مفلسا حتى من القدرة على أن يحب. الرواية تريد أن تقول أن في داخل الإنسان العراقي هناك جذوة للحب لا تنطفئ ولا تنتهي، فتشتغل على هذا الأمر وتراهن على أن الحب هو بإمكانه أن يكون السلاح الوحيد الذي يمكن أن يهزم الحرب. وهذا ما حدث في هذه الرواية عندما ينتصر الحب في النهاية، ويعني تكون الكلمة أيضا للثقافة وللمثقف وينهزم السياسي وال يعني الذي يستخدم السلطة أيا كانت. كما لاحظنا أن الرواية تتضمن أكثر من قالب إبداعي، حيث أنها تتقاطع مع فن المسرح لا سيما المونودراما وكذلك اللغة الشاعرية الحاضرة بقوة. سؤالي، هل انتصرت فيك روح الفنان والشاعر أكثر من الروائي في هذا العمل؟ حقيقة أنا حاولت يعني أن يكون البناء متوازن، وهذه الرواية لم تكتب في سنة أو سنتين، وإنما مسودات هذه الرواية استغرقت كتابتها حوالي 10 سنوات. حقيقة أكتب وأعيد الكتابة حتى أصل إلى هذا التوازن بين هذه الفنون التي حاولت أن أجمعها في الرواية، لا سيما الشعر الذي تسلل إلى الرواية من خلال اللغة المجازية في كثير من صفحاتها، والمسرح خلال المونودراما التي وفرت لي فضاء فنيا لشخصية شهرزاد، شخصية عبد الله، لا سيما عندما يبوحان بما في أعماقهما من أسى ومن شجن ومن خيبات. فهذا الأمر أتصور أنني يعني نجحت فيه إلى حد معقول، لا سيما بعد هذا الزمن الطويل من إعادة كتابة هذه الرواية ووصولها إلى قناعتي، يعني لأنني في النهاية تدخلت وصفي أكاديميا أيضا متخصصا في الأدب الحديث في الجامعة، فقرأت الرواية قراءة الناقد، وبالتالي حاولت أشخص الثغرات التي فيها وأعالجها بوصفي الثاني الروائي أو السائل أو الشاعر. الدكتور أحمد، لك العديد من الدواوين الشعرية والقصص، وشاركت في معارض تشكيلية كبيرة داخل وخارج العراق. من سبق من؟ هل الرسم أم الشعر أم كتابة القصص والروايات؟ وكيف توفق بين كل هذه الاهتمامات؟ هذه المسألة أشبه يعني تجعلني أعيش دائما في حالة صراع بين أكثر من فن، وأنا أسمي هذه الفنون حبيبات، وكأنني يعني أعيش في حالة حب مع أكثر من فن، و أعاني من صراع بين تقية هذا الفن أو ذاك، لكن بالنهاية أترك الأمر للتجربة التي أعيشها هي التي من تختار الشكل الذي يمكن أن تتجسد فيه. أحيانا عندما لا أميل إلى الكلام ألجأ إلى الرسم، وعندما يكون لدي بوح كبير ألجأ إلى السرد بالقصة الآن بالرواية، وعندما أريد أن أكون غامضا ومكثفا وموجزا أميل إلى الشعر. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الدكتور أحمد جرالله ياسين، كنت ضيفنا في إصدارات. وللإشارة، فضيفنا الكريم له بكورة من الأعمال أبرزها ديواني شعر سيرة ليس لهولاكو ولمن تمطر السماء، ودراسات نقدية بعنوان سحر التشكيل ودهشة التدليل، ثم ذلك ما تبقى.